بقت شكلها مختلف. اكيد الفرقتين ابتدوا الاحماء. اتفضل يا سلام. من جديد طبعا برحب بك يا كابتن هيثم، وبالتاكيد برحب بضيوفك الكرام الكابتن ابراهيم السيد وطبعا والكابتن مهند السحيلي وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وطبعا يمكن كنت مع حضرتك يا كابتن هيثم من قبل يعني حفل الافتتاح. حاليا طبعا زي ما حضرتك عارف احنا متواجدين داخل صاله واحد بمجمع الصالات المغطاه باستاد القاهره الدولي، عشان انا لحضراتكم طبعا الاستعدادات وكل الامور هنا والاجواء ما قبل مباراه اليوم، اول مباراه في مشوار طبعا الفراعنه مشوار منتخبنا الوطني في بطوله كاس الامم الافريقيه لكره اليد رجال 2024. وطبعا المباراه اللي هتقام في تمام الساعه 8 مساء امام منتخب غينيا. يمكن طبعا خليني يا كابتن هيثم انا لحضرتك الاجواء هنا، بس طبعا قبل ما انقل لحضرتك يمكن شفنا يعني حفل الافتتاح، حفل افتتاح يعني رائع راقي مميز شيك، يعني كان يعني حاجه رائعه تليق باسم مصر، وكان تم تنظيمها من قبل طبعا اللجنه المنظمه للبطوله. شفنا يعني الحفل افتتاح من شويه كان عامل ازاي، يمكن طبعا كان معتمد على العديد من الفقرات والعروض، يعني كانت الفقرات معتمده على يعني الموسيقى على الايقاع الافريقي والهويه الافريقيه، استعراض الاعلام للمنتخبات المشاركه في البطوله، يعني شيء يدعو للفخر وشيء يعني كان بيعكس القيمه وفخامه مصر العظيمه. يمكن طبعا البطوله دي بيتم تنظيمها تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي يعني زي ما اكد الدكتور اشرف صبحي الدعم الكبير منه، ويعني كمان متابعته لكل الامور وكافه الامور الخاصه بالبطوله كمان قبل بدايه بطوله كاس الامم الافريقيه. يمكن زي ما حضرتك طبعا شايف ورايا الاجواء، يمكن بدا بالفعل منتخبنا الوطني لكره اليد ومنتخب غينيا عمليات الاحماء على ارضيه الملعب لصاله واحد بمجمع مع الصالات في استاد القاهره. يمكن طبعا يعني المنتخب المصري بقياده او تحت قياده المدير الفني الاسباني باستور او كارلوس باستور طبعا المدير الفني لمنتخبنا الوطني. يمكن امبارح المنتخب كمان يا كابتن هيثم خليني اقول لك انه مش بس ختم استعداداته امبارح، يمكن كمان النهارده كان في تمرين صباحي بالنسبه لمنتخبنا الوطني على نفس الصاله، اتمرنوا لمده 50 دقيقه من الساعه 11 للساعه 12 على صاله واحد قبل مباراه اليوم. يمكن كمان خليني افكر الساده المشاهدين انه البطوله الافريقيه مصر تقع في مجموعه معاها كونغو برازافيل وغينيا وكمان الكاميرون، ويمكن البطوله دي بيشارك فيها منتخبنا الوطني وهو حامل اللقب للبطوله الموسم او النسخه الماضيه بفوزه على منتخب راس الاخضر بنتيجه 37-25. وكمان خليني اقول للساده المشاهدين ان البطوله دي اول خمس منتخبات في البطوله دي هيتم تاهلهم او هيروحوا يشاركوا طبعا في بطوله كاس العالم لكره اليد 2025، ويمكن الحامل اللقب او اللي هيفوز بالبطوله دي هو هيتاهل او هيحجز طبعا مكانه في اولمبياد باريس 2024. وطبعا كلنا ثقه ان شاء الله ان المنتخب ينهي مشواره في البطوله دي وهو حامل اللقب ويتاهل لاولمبياد 2024. يمكن دي طبعا يعني يا كابتن هيثم كانت كل الاجواء هنا من صاله واحد بمجمع الصالات لاستاد القاهره الدولي. نتمنى طبعا الفوز، ونتمنى طبعا اكون مع حضرتك بتغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي بعد المباراه، وطبعا لقاءات مع لاعبتنا بعد فوز منتخبنا الوطني في المباراه. والان العوده مره في الاستوديو طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سلا حامد بشكرك شكرا جزيلا. وزي ما حضراتكم شايفين خلاص الفريقين بيعملوا او بيقوموا بعمليه الاحماء. منتخب مصر طبعا بيرتدي القميص الاحمر باين من الخلفيه. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا، مباراه ان شاء الله يعني في فارق فني، ولكن الاداء وقوه الاداء هو رساله لكل منافسينا. خليني برضو استعرض مع حضراتكم جدول المباريات للمنتخب المصري اللي هياخدها ان شاء الله في مجموعته وتوقيتها. النهارده طبعا مباراتنا مع غينيا مباراه افتتاحيه اللي هتكون كمان الساعه